Madame Aitab, soyez le bienvenu. أنا كتير مشتاقة لك ومشتاقة لسهراتك الحلوة. وأنا كمان مشتاقة لك ومشتاقة لسهرات الشام وقعدات الشام وحكايات الشام. أنت طمنيني، شو الأخبار عندكم؟ يوم هيك ويوم هيك، تعودنا، عم نحاول نعيش. بس أنت اللي لازم تخبرني لأنك أدرى بالأيام الجاي. صدقيني مدام عتاب إنه نحن هون بلبنان ما حدا بيعرف شيء. شو بيقرروا الكبار نحن بننفذ. وانت طول عمرك كبير على ذنبي. انت طمنيني عني، شو اخباري؟ انا منيحه. قولي لي، عايزه شيء؟ لازمك شيء؟ انا مو لازم شيء. انت مفضل على ذنبي. بس اذا مصر حسابي بالبنك بتعرفه، كم الف دولار ما رح يضروني. طول عمرك مهضومه ودمك خفيف. تكرم عيني. المهم انت طمني، كيف امورك؟ والله انا على حطة ايدك، ناطر هدايك الحلوة. وانا على طول حاضرة، شوف شو عم حضر لك. كواليتي مهمة كتير. جيت يا معي؟ لا لسه، عم بطبخ لك اياها على نار خفيفه. انا بعرف انك انت طباخه شاطره كثير وما بينخاف عليك، بس انت هيك جوعتيني. سيدرا، بونسوار. سيدرا، تذكرتها؟ ولو، هيدي سيدرا في حدا بيقدر ينساها؟ ميرسي. سيدرا بفضل مساعدتك ودعمك إلها بالإعلام مشي حالة بالتمثيل، وهلا عندها بطولة مسلسل سوري لبناني. هيدا الحكي كتير حلو، برافو. الفضل إلك عزامبي. بالإذن عزامبيك. ليستو اسمعي، الليلة بتضلي معه وبتبسطي على الآخر، فهمتي؟ حاضر عزامبيك. مدام عتاب، أنا رح أترككم شوي مع بعض مشان هيك تحكوا شوي. بالإذن. تفضل.